أعلن سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أعلن عن إتمام مملكة البحرين للمراجعة الرابعة للسياسات التجارية في منظمة التجارة العالمية والتي عقدت بمقر المنظمة في مدينة جنيف. وحظيت المراجعة بإشادة واسعة من المنظمة والدول الأعضاء بعد أن قدمت مملكة البحرين على مدى ثلاثة أيام أهم الإجراءات والتشريعات والبرامج الحكوميه التي تنعكس مباشره على تطوير البيئه التجاريه في مملكه البحرين وقد عبر سعاده الوزير عن بالغ اعتزازه وفخره بهذا الانجاز والنتائج المبهره التي تضاف الى سجل مملكه البحرين الحافل بالانجازات ورفع الوزير أسم آيات الشكر والعرفان إلى جلالة الملك المفدى وإلى السمو ولي رئيس مجلس الوزراء على توجيهاتهم السديدة ودعمهم اللامحدود والرؤى الطموحة لرسم اقتصاد قوي قائم على التنوع والابتكار مؤكدا بأن هذا النجاح يعد دافعا قويا لتحقيق المزيد من الإنجازات ومن جانبها أشادت السيدة أتاليا مولوكومي نتسرانا رئيسة لجنة مراجعة السياسات التجارية بما أنجزته مملكة البحرين من تطورات تشريعية وإجراءات منذ التقييم السابق عام 2014 وصفة نتيجة التقييم بالإيجابية جدا